مرحبا، أنا رهف. خليكم معي بدقيقة تحدي. خطر لك تسألي حالك شي مرة شو معنى كلمة ترشيد؟ أكيد الكل رح يقلي الترشيد هو التوفير، توفير مي، توفير كهرباء، توفير فلوس وإلى آخره. طيب شي مرة سمعتي عن ترشيد نفسي؟ رح تقلي لي لا. طب شو يعني ترشيد نفسي صحي؟ أول شغلة لحتى توصلي لترشيد صحي لا تستهلكي أعصابك بالزعل من كل شي وعلى أي شي. وفري قوتك وأعصابك لأوقات تعصب فيك الحياة لا سمح الله. تاني شغلة، لا تستهلكي قلبك وتتمادي بعواطفك، لا تسمحي لقلبك إنه يتعلق بغير الله. لهيك لا تتعلقي بشي وتحبيه زيادة، كلنا قلوبنا خزلتنا إن كان بالحب أو بالكره. تالت شغلة، ما تستهلكي جسمك بالشغل والتعب طول النهار وآخر الليل ما بتقدري تقومي تصلي ركعتين من شدة التعب، ولو تعرفي قديش في منه من بركة لوفرتي من وقتك وجهدك لحتى تتهجدي بآخر الليل بركعتين وتخلي فيهن مع رب العالمين. رابع شغلة، ما تستهلكي عيونك ودموعك وكلامك لأي سبب ولا على ناس ما لها مقدرة عطائك وتعبك. خلي دمعتك بس للخشوع بالسجود، وهيك بتقدري توصلي لترشيد نفسي صحي وسعيد. ويا رب كل أيامكم ترشيد صحي وسعيد.